انا بشوف مجموعه الكودي المذكوره والاكتيف بتاعهم اللي يعني كبيره قوي قوي، وبشكر الاخ العزيز الاستاذ الدكتور نادي شعبان على المقدمه. الحقيقه انا اول ملاحظه ان كانت محمد بيه، يعني دي شغل محمد ابني اصلا، لكن انا مشترك في جزء من الرساله في الكتابه يعني. دي اول ملاحظه. الحقيقه دي كانت رساله سيسيس فكرنا فيها الحقيقه في ماتيريال كبيره في مركز الكلى بالنسبه للناس اللي هم دونيتنج الكلي. احنا فكرنا هل الناس دي بعد ما عرفنا دلوقتي ان الكلي بتلعب دور مهم جدا في الباثوجينيسيس اوف دايابيتس، تايب 2 دايابيتس، الكلي بتلعب دور كبير جدا في الباثوجينيسيس دلوقتي. فاحنا تخيلنا كده العيان اللي بيتبرع بوان كلي، هل الدايابيتس فيه هتبقى اكتر، فرصه حدوث الدايابيتس هتبقى اكتر؟ ده كان السؤال الاولاني اللي احنا سالناه نفسنا. السؤال الثاني وكان سؤال مهم جدا، A very important question, but what about the complication, especially in diabetic lymphocytic? Same question كان حوالين الدرجز اللي بتستخدم for treatment of type 2 diabetes، هل لها certain implications في العيانين اللي هم kidney donation؟ ده كانت الفكره اللي احنا فكرنا فيها الحقيقه بالنسبه للرساله. وزي ما احنا عارفين ان الرينا ترانسبلانتيشن ده جولدن ميثود فور مانجمنت اوف ستيج رينا ديزيز اند كيدني ترانسبلانت ريسيبيانت هاف هاير كواليتي اوف لايف اند كونسيوم فور هيلث كير ريسورسز كومبيرد ويز بيشنت اون دايس. ليفينج كيدني كونديشن هاف بيكام ان اسينشال بارت اوف ترانسبلانتيشن براكتس. يمكن انا مش هطول في الحاجات بتاع الكيدني قوي، لكن هنركز على حالات الدايابيتس. دايابيتس ريليس از ليدنج كوز اوف ان ستيج رينال ديزيز في العالم كله، واصبحنا في مصر برضه دلوقتي هو الدايابيتس هي الموست كومن كوز فور ان ستيج رينال ديزيز. دايابيتس ريليس از ان ابسوليوت كونتر انديكيشن فور ليدنج كونديشن بروسبكتيف دونرز ويز ان انكريز ريسك اوف تايب 2 دايابيتس بيكوز اوف فاميلي هيستوري اسيدنتي اوبيستي should undergo a postural test and only be considered. Further, as donor, if this is normal, طبعا دي لها ريفرنس وانا برضه. الحقيقه الايمو فلويد ده مهم جدا. This research aims to estimate the prevalence زي ما انا قلت في الدايس كليكس اكتر لايف كيك ديفينيشن. الحاجة الثانية assess some risk factors for the risk status and their impact on the following the studied chronic complication after live kidney donation. Study some chronic complication of the risk after live kidney donation. الحقيقة طبعا دي الفكرة اللي خلتنا ان احنا نفكر نعمل الرسالة لما اكتشفنا دلوقتي ان في حاجة اسمها سوديوم والبوستران سبوتر 1 اند 2 ودول موجودين في الكيدني، وفي النورمال انفيدوالز الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 بيعمل ري ابسوربشن لجلوكوز فروم ذا بروكسيمال كونتريبيوتنج تبيول حوالي 90%، والصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 بيكمل 10% التانيين. يبقى المفروض اندر نورمال سيركمستانسز ان هيلثي انفيدوالز المفروض ما يبقاش فيه جلوكوز انيوفي. هي دي طبعا العيانين اللي بيدونيتنج 1 كيدني مثلا، الجزء ده اللي هو صوديوم جلوكوز ترانسبورتر انهبيتور هيفقد. هل ده له تاثير؟ ده اللي احنا هنشوفه في الحقيقه. طبعا صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 بليز اول رينال جلوكوز ري ابسوربشن ان جروبز مالتيبيول. رينال جلوكوز ري ابسوربشن از انكريزد ان تايب 2 دايابيتس. هنشوف برضه دلوقتي سيلكتف انهبيشن اوف صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 انكريزز يورينري جلوكوز اكسكيرشن ريديوسينج ذا بلاد جلوكوز. دي مهمه جدا جدا جدا، وهنشوف برضه الرول بتاعها ايه. ده مهم قوي الكيرف ده، السلايس دي مهمه جدا. ده جلوكوز حوالي مثلا
سيجمنت 1 في البروزما كونتريبيوت بيو 90% وال10% باي سوديوم والفوسفورس بوستر 1 في السيرد بارت اوف البروزما كونتريبيوت بيو. يبقى المفروض الانت ريزلت زي ما انا قلت ان في نو جلوكوز ان يوري. الحقيقه له حاجه في الدايبيتيك بيشنت لو في انكريز جلوكوز ترانسبورتر بروتين اند اكتيفيتي ان تايب 2 دايبيتس. يعني ده المقصود ده جلوكوز ترانسبورتر 2 زايد الاكتيفيتي بتاعته زايده. الجلوكوز 2 برضه زايد وفي حاجه اسمها ايه ام جي ابديت برضه زايد. كل المحصله بتاع الحاجات دي كلها ان بيبقى عندي الري ابسوربشن بتاع الجلوكوز اللي بيروح للبلاد بيبقى زايد في تايب 2 دايبيتيك. يعني بيبقى زايد في تايب 2 دايبيتيك، يعني الاكتيفيتي بتاع الحاجات دي بتبقى زايده في تايب 2 دايبيتيك بيشنت عشان تقلل الجلوكوز اللي هو بيبقى اكسكريتد في اليورين وبالتالي بلاد جلوكوز بيزيد. البلاد جلوكوز بيزيد. ودي الحقيقه فسرت لنا ظاهره ما كناش بنعرفها زمان. دلوقتي بيقولوا العيانين بتوع الدايبيتس ايرلي بيبقى عنده بوليوريا وبوليديبسيا، بعد فتره يبقى سكره 400 و500 وما بيحصلوش لا بوليوريا ولا بوليديبسيا، ايفن الدكتوريا بتبقى قليله ما بيبقاش بشكل كبير بعد فتره من الدايبيتس. وما عادش ينفع العيان يقول ان انا كان بيجيلي انا سكري كويس اصل ما عنديش بوليوريا ولا بوليديبسيا ما اقومش بالليل يبقى سكري منتظم. لا القصه دي مش موجوده لان بيحصل عندي زياده في الاكتيفيتي بتاع الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2، بيحصل زياده في الجلوت 2 وبالتالي بيحصل زياده في الري ابسوربشن بتاع اليورين وما بينزلش في اليورين جلوكوز كتير فما بيحصلش الاسموتيك دايوكسيس الموجوده بعد فتره من الدايبيتس. ودي فسرت لنا الظاهره ديت وعشان كده بنقول للعيانين ما تعتمدش فقط على السيمتومز تو فولو اب الدايبيتس. يمكن الظاهره الجديده اللي العالم برضه بيتكلم عليها دلوقتي ان احنا كنا بنقول ان دايما الايتيولوجي بتاع الدايبيتس حاجه من اثنين ايزر انفيلد انسولين سكريشن زي ما احنا شايفين كده او الانسولين ريزيستنس. يعني الانسولين ريزيستنس عندنا حاجتين هم اللي بيلعبوا دور في الباثوجينيسيس اوف دايبيتس. لكن الحقيقه دلوقتي طلع لنا حاجه ديفرونز وطلع لنا حاجه اسمها اومينس اكتيت يعني حاجه سومانيه ثمان اشياء بيلعبوا دور في الباثوجينيسيس. اصبح عندي دلوقتي الانكريز لايبوليسيس ديكريز انكريتين افكت بقى عندي بدل انسولين ريزيستنس بقى عندي نيورو ترانسميتر ديسفانكشن وفي انكريز لباتيك جلوكوز برودكشن ولكن عندي انكريز جلوكوز ري ابسوربشن. يبقى العيانين بتوع تايب 2 دايابيتس فيهم انكريز جلوكوز ري ابسوربشن. برضو دي برضو سلايد مهمه جدا زي ما احنا شايفين كده ده الحاجات اللي بتعمل نورمال جلوكوز هوميوستاسيس. البنكرياس طبعا زي ما احنا عارفين الايرن بتطلع الانسولين والجلوكاجون والسوماتوستاتين. في دور الانفراد من الدايبوليسيس يعني الجزء اللي بيطلع جزء منه بيتاخد في الفات وجزء منه بيتاخد في المصل والاذر تيشوز. برضه عارفين ان الانسولين بيقلل الهيباتيك جلوكوز برودكشن لكن في النهايه المحصله ان الجلوكوز اللي بيوصل للكيدني في حدود 5 ملي مول الكيدني بيبتدي ري ابسورب الحقيقه اول زيز جلوكوز وعشان كده البلاد جلوكوز مفيش جلوكوز بيبقى موجود في اليورين. طب هنشوف بقى في تايب 2 دايابيتس بيحصل عندي ايه؟ بيبقى عندي في امبيرد انسولين سكريشن في انكريز هيباتيك جلوكوز برودكشن وفي انسولين ريزيستنس وكمان هنشوف بقى حاجه جميله خالص اهي بقى عندي في انكريز ري ابزوربشن للجلوكوز لغايه 10 ملي بقى في انكريز ري ابزوربشن للجلوكوز. وعشان دي كانت الراشونال للصوديوم جلوكوز ترانسبورتر انهبيتور اللي بتستخدم دلوقتي في علاج تايب 2 دايابيتس. دي الميكانيزم بتاعها ان هي انهبت جلوكوز ابزوربشن من زمينه جلوكوز انسيتيون وبالتالي لما هتقفل الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر اللي هو بيعمل ري ابزوربشن ل 90% من الجلوكوز
الجلوكوز هينزل في اليورين فيحصل عامل جلوكوزوريا اهو ريزالت من الجلوكوزوريا ليدز تو ديكلاين بلازما جلوكوز. بلازما جلوكوز هيقل على حساب ما ينزل في اليورين ويحصل عامل ريفرسال اوف جلوكوزيسكي. السيرب ده فيري سمبل ونون سبيسيفيك، ما بيشتغلش على حاجات معينه، ما بيشتغلش مثلا على انسولين ريزيستنس، ملوش دعوه بالبيتا سيل ديفيشنسي، بيشتغل اني وير اند اني تايم. Even patient with refractory type 2 diabetes are likely to respond to a sodium glucose transporter inhibitor. ده اللي بتعمله sodium glucose transporter inhibitor احنا قلناها. ودي كانت الفكره اللي خلانا بدانا نفكر في الدونرز دول لما هيتفرعوا هيحصل ايه. الحقيقه مركز الكلى عندنا في المنصوره هنا عندهم اكثر من 2267 بيشنت بيتابعوا في العياده الخارجيه اللي هم دونيتنج الكيدني، يعني اللي هم دونيتنج الكيدني. اخترنا منهم 344 عيان. طبعا دول اللي كانوا بيعملوا ريجولار فيزيتس، يعني لا دول بيت اسف دول بيت. فاللي تبقى 1535 من عيان اخترع منهم 388 عام دول اللي بيعملوا ريجولار فيزيتس، يعني دول اللي احنا قادرين نمسكهم فعلا بالريجولار فيزيتس عشان تتعمل مثال. وطبعا اتعمل لهم ريكوبراتيف كولكتيف داتا وفي بوست اوبراتيف كولكتيف داتا، والداتا كلها موجوده في مركز الكلى. فالرساله دي الحقيقه كانت من الحاجات الجميله انها اتخذت من المركز من غير ما نعمل اتخذت من الداتا اللي موجوده. ايه الريزلتس بقى؟ الحقيقه دول 388 ستارت بيشنت. الدايبيتي دونرز فيهم كانوا 43 بنسبة 11%. دول الدايبيتي بيشنت بنسبة 11%. الإيجيشن بيوريشن الحقيقة لما احنا شفنا الأطلس بتاع الأي دي إف في 2013 وده آخر إصدار للأطلس، لقينا إن نسبة الدايبيتس في مصر حوالي 16%. بينما النسبة في الدونرز ما كانتش زيادة، ده بالعكس كانت أقل، حتى الريشو كانت سيجنيفيكت. يمكن تفسيرها ان العيانين دول اتعمل لهم جود ري تشويس اند اسسمنت، وبيبعدوا على العيانين اللي عندهم فاميلي هيستوري اوف دايابيتس، بيبعدوا عن حاجات كثيره جدا في التشويس. فده يمكن اللي قلل نسبه الدايابيتس في الكيدني دونيشن. الحاجه الجميله الحقيقه البري دايابيتس، يعني البري دايابيتس في الاطلس كانت 7% لكن في الكيدني دونيشن كانت 15% بري دايابيتس. وبالتالي كان في سيجنيفيكانت ديفرنس موجود بين التو جروبس، يعني البري دايابيتس فيهم كانت اعلى بشكل اللي هو امبيرد جلوكوز تولرانس والامبيرد فاست، اللي كانت اعلى كتير جدا في العيانين الدايابيتس. يمكن السلايدز دي برضو كانت بتشوف الديستيربد جلوكوز هوميوستاسيس، ودي تابعه للسلايدز اللي قبل. لكن الحقيقه البرسنتج اوف دايابيتس امونج ديفرنت دونرز اكوردنج للايج، ودي ماشيه مع الرول العام بتاعنا ان الدايابيتس ده ديزيز اوف ايجنج، كل ما زاد الايج كل ما زادت الانستنس بتاع الدايابيتس. ولذلك من الافضل ان اختيار الدونر يبقى يمبر ايج اكتر شويه عشان برضه فرصه حدوث الدايابيتس سبيشالي لو كان في فاميلي. البودي ماس اندكس، ودي حاجه فعلا كانت كويسه جدا في الدراسه، كل ما زادت البودي ماس اندكس كل ما زادت نسبه الدايابيتس في الدونرز. فعشان كده برضه من ضمن السلكشن ان يبقى البودي ماس اندكس. انا هقول دلوقتي يمكن كان مكتوب في الانترناشونال جايد لاينز انها ما تزيدش عن 35، لكن في الرسالة دي احنا بنقول لا ما تزيدش عن 30، لأن نسبة الدايابيتس هتبقى عالية جدا. مش كده وبس، كمان نسبة الدايابيتس النيفروباثي أعلى كتير في اللي كانوا مور اوبيز. الحقيقة دي من الحاجات الجميلة قوي اللي اتعملت في الرسالة، إن احنا كنا بنشوف الألمونيا في نفس العيانين. فكان عندي 43 دايابيتيك تونرز كنا بنشوف فيهم المايكرو ألمونيا او الماكرو الجمهوريا والمايكرو الجمهوريا قبل طبعا التعبير ده ينشال دلوقتي،
ونشوف النورمال البوليسيتيشن كان حوالي 42% عندهم نورمال البومين اكسكريشن، لكن كان عندي 18.6% عندهم ماكرو البومونيا و 32.6% عندهم هاي البومين ريشيو اكسكريشن. الحقيقه برضو نفس الكلام اللي موجود، لكن الفيري هاي البومين اكسكريشن سواء ماكرو البومونيا كان برضو نسبتهم ريلاتيفلي اعلى من العيانين النون دايركت. البوست فاميلي هيستوري كان مهم جدا. معظم العيانين اللي كان عندهم بوست فاميلي هيستوري من الدونتس جالهم دايابيتس بنسبه عاليه جدا. برضه كانت من الحاجات الملفته للنظر. الكورليشن بين البودي ماس اندكس والالبوم اكسبريشن زي ما احنا شايفين كده، في كل ما زادت البودي ماس اندكس كل ما زاد الالبوم اكسبريشن لدرجه حتى توصل للماكرو البومنوري، ودي بارامتر مهم جدا. يمكن العيانين اللي خدوا راس بلوكيد منهم كان عندهم هايبر تنشن وخدوا راس بلوكيد كان في سيجنيفيكانت يعني انستنس للبارامترز بتاع الاند ستيج رينال ديزيز او الدايابيتيك بوكس، كانت واضحه جدا للعيانين اللي خدوا راس بلوكيد مقارنة باللي كانوا بياخدوا اذر انتي هايبرتنسيف ايجنت نوت امراس بلوكيد، كان في سيجنيفيكانت ديفرنس موجود في ادمينت دايابيتيك نيفروباثي قوي للراس بلوكيد. وعشان كده لو العيانين اللي هم دونيتنج كيدني جالهم هايبرتنشن الفيرست تشويس ان انا اديله راس بلوكيد. الحاجه الثانيه الحقيقه العيانين اللي كانوا على انسولين اللي خدوا منهم انسولين كانت نسبه برضه الدايابيتيك او البارامترز بتاع الدايابيتيك نيفروباثي سواء الكرياتينين كليرنس او اليورينري البومين كرياتينين ريشيو كانوا بالذات اليورينري البومين كرياتينين ريشيو كان في سيجنيفيكانت ديكريز في اليورينري البومين اكسكريشن في العيانين اللي خدوا انسولين. وعشان كده برضه دي تشويس مهمه جدا للعيانين اللي بيجي لهم دايابيتيس وعملوا كيدني ديليشن، من الشورس كويسه قوي انك تديله انسولين احسن من الاورال انتي هايبر جلايسيميك ايجنت لان له بروتكتيف او بريفنتيف رول في الدايابيتيك ديزيز. الميتفورمين وبرضه ممكن كل المطرة سمعت مني كلمه الميتفورمين العظيم. الميتفورمين برضه في الدراسه ديت الحقيقه قلل الكرياتينين كليرنس سيجنيفيكانتلي وقلل اليورينري البومين كرياتين برضه سيجنيفيكانت، يعني كان في سيجنيفيكانت ولذلك برضه لو بريفنتيف رول العيانين دول كان دول اللي كانوا بياخدوا ميتفورمين ان كومباريزون اللي ما كانوش بياخدوا ميتفورمين. فالحقيقه ادى ريزلت هايله جدا للميتفورمين. الاكثر من كده بقى الحقيقه ان كومباريزون بين دايابيتيك دونرز الميتفورمين الون فيرسس لما عملنا كومباينيشن بين اورال هايبوجلايسيميك ايجنت، ودي كانت الحاجه الغريبه في الدراسه دي، لما عملنا كومباينيشن يعني ميتفورمين عن سلفونايد ريز اور اذر انتي هايبر جلايسيميك ايجنت والعيانين بياخدوا ميتفورمين لوحده، لقينا حاجه غريبه جدا ان في سيجنيفيكانت. لما اضفنا انتي هايبر جلايسيميك ايجنت للميتفورمين ما كانش ده في صالح البريفنشن اوف رينال امبيرمنت، لا العيانين اللي كانوا بياخدوا ميتفورمين لوحده هم اللي ادوا هاي سيجنيفيكانت ديفرنس او ديكريز في الانستنس اوف دايابيتيك. دي كانت من الحاجات الملفتة. اخر حاجه بقى الكونكلوجن والريكومنديشن ذا انستنس اوف بوست ليشن دايابيتيك ديزيز ستادي وز لوور ذان ذا جنرال ايجيبشن بوبوليشن، هاويفر ذا انستنس اوف ماكرو البوموريا اند اور ديكريز كرياتين كليرنس وز سيجنيفيكانتلي هاير ذان اذر ستادز. The impact of family history of diabetes was found highly significant, especially on the development of diabetic nephrosis. Also, there was a positive correlation between the albumin creatinine ratio and the post-donation body mass index. Diabetic donors on RAS blockade, metformin, and insulin showed improvement in albumin creatinine ratio level and or estimated creatinine clearance. However, donors on other oral hypoglycemic agents, even metformin combination with sulfonylurea
and other types of anti-hypertensive medication showed deterioration of albumin creatinine ratio and or creatinine clearance. As regards the study, طبعا احنا الدراسة دي المفروض تتعمل مالتي سنتري وتتعمل على عدد أكبر، واحنا بدأنا فعلا دلوقتي نعمل على عدد أكبر من اللي هم بدأوا يعملوا فولو أب. As regards بقى دي ريكومنديشن الحقيقة اللي محتاجة أيضا ديسكشن من زمايلنا أساتذة النيفرولوجي. As regards the donor selection of the food, we must consider reducing the cut point of body mass index exclusion, and most importantly, to strongly advise donor not to gain weight after donation, given the positive correlation between body mass index and urinary albumin excretion. مهم قوي قوي، ودي حاجة very simple. We must also consider exclusion of donor with two or more members of the first degree relatives with a history of diabetes mellitus. Family history مهم جدا. Given the impact of the family history of diabetes in both development of diabetes and diabetic nephropathy in particular. High risk consent should be obtained if the previously described donor is still highly motivated to continue with the preparation process. Donors with impaired fasting and or impaired glucose tolerance should be excluded from the preparation program. Donors with hyperlipidemia should be considered. طبعا انا ما كتبتش كتير لان كان في اكتر من جدول على الديسلبيديميا. Donors with hyperlipidemia should be considered marginal donors given the positive correlation between the serum total cholesterol level and urinary. كان في فعلا positive negative correlation بين الكوليسترول كل ما زاد كل ما الالبوم كرياتين ريشيو قلت في الدراسه ديت. لكن الحقيقه طبعا احنا دلوقتي في الاكستندد ستادي المشترك دلوقتي العينين دول بياخدوا ستاتين دلوقتي بنشوف الافكت بتاع الستاتين على المجموعه دي. طبعا ده الفولو اب وده خاص بالدكتور كده اللي هو الاز ريجارد بوست دونيشن فولو اب بوليسي. لازم نحط في اعتبارنا الفاستنج والتو اور لازم يتقاسوا، لازم الالبوم اكسكريشن، لازم برضه نشوف الكرياتين ريشيو تو كرياتين كليرنس. في حاجات مهمة جدا. لو العيان بقى جاله دايابيتس افضل ابدا بالميتفورمين. لو العيان فين من راينا ان احنا ننقل على ميتفورمين اند انسولين على طول ونقلل استخدام السلفونيلوريا في الجروب ديت لغايه ما نشوف الاستاذ الكبيره هيطلع ايه يعني سنه. شكرا على الدراسه القيمه دي واكيد هتغير استكشن الفرق بتاع الموضوع بالنسبه لحالات الكيميا والكارديشن. برضه نكمل ان شاء الله نخلي الدسكشن على